انا سميتي فاتي، كيميائيه كنشتغل بشركه تاع الادويه للامراض الجلد النادره، في نفس الوقت معالجه فيزيائيه الله ساليت قرايتي فيها، ومدربه رياضه باليوتيوب، عندي قناه سميتها فاتي في تشانيل. انا ما بديتش في اليوتيوب، بديت في سناب شات. يعني انا اصلا كنت كندير رياضه وكنهتم بالاكل الصحي، وكان دائما عندي غيره عن المراه العربيه بالعموم انها تكون كتهتم بصحتها وبلياقتها البدنيه، وتكون ما كتنهش ملي تكون كتطلع الدروج ولا كتمشى ولا اي حاجه كديرها. وجاتني الفكره مره عبر جروب في الفيسبوك، قلت لهم اجي نحمسوا بعضياتنا، وكنت دائما كنعطي نصائح في السناب شات. يمكن بعض النصائح كانوا كيسمعوا اول مره، بحال عضلات العيجان وطريقه شد البطن، يعني على طريقه الاسانسور، يعني من تحت لفوق. وكنت دائما كنبقى نعاود نفس الهضره. فالبنات هما اللي اقترحوا عليا علاش ما ديريش قناه في اليوتيوب وتسجلي فيها هذا الشيء ويبقى، بحيث لشي واحد سولك اعطيه له ليا. وفوالا، هو راه ما بعيدش على بعضيات، وراه هو صحه بالنسبه ليا الرياضه والاكل الصحي شي حاجه اللي هي اساسيه في الحياه. يعني ما كاينش يعني جيت من هن ولا هن، شي حاجه اللي هي ضروريه، خصنا كلنا نتحركوا، الحركه بركه، وخصنا كلنا نردوا البال شنو كناكلوا. هو ماشي انواع الرياضه، هما دائما كيطلبوا بغاو ينحفوا مثلا الكرش اكثر حاجه كتجي. هذا هو السؤال اللي كيجي بزاف، شنو تخلص من الكرش؟ كتكون شي وحده كتقول لك انا فورمتي مزيانه وكل شيء مزيان، عندي غير مشكله الكرش. هذا هو اكثر سؤال كيجي، وهذا يمكن هو اكثر جواب لقاو عندي، لان ما عارفينش ان الجسم ديالنا كله مرتبط ببعضه. ومن هنا جات عضله العيجان اللي انا ترجمه ليا غير جوجل لو بيريني، اللي هو مرتبط بالترونسفيرس، يعني لا سيون سير لو بيريني، يعني لاش دينا عضله العيجان، ومع التنفس ومع شد البطن كنشتغلوا على الترونسفيرس اللي هو العضل اللي لداخل، اللي هو نتحكم انه يدخل لنا البطن لداخل. بصراحه انا ما كنشوفش وجه اختلاف، راه فيما مشيتي كاين الصالح والطالح، كاين الزوين وكاين ما نقولش عليه خايب. راه شوفي، اي محتوى عنده الناس اللي كيتبعوه معناته تعجبهم داك المحتوى، ما كنلقاش كاين وجه الاختلاف، كل محتوى عنده البيبليك ديالو فيما كان. طفولتي بحال كاع اي بنت مغربيه، يعني طفوله زوينه، كنت كنلعب، كنت شويه داسره، شويه بزاف داسره كنت قبيحه وكنت مجتهده، يعني ماشي كنت قبيحه، هي كانت شخصيتي قويه من نهاري، وكنت قرايه وكنلعب بزاف. ما عرفتش نقول لك على طفولتي، كانت مزيان الحمد لله. يعني انا عندنا عائله مترابطه، والديا مع بعضياتهم، عندي خوتي. علاش ما كنهضرش بالمغربيه؟ هو اصلا كنا عارفين، يمكن شي ناس ما تعجبهمش هذه الهضره، ان لهجتنا ما مفهوماش. وانا الجواب اللي جاوبتك على اول سؤال سولتيني، هو الهدف ديالي هو نفيد المراه العربيه كامله، وحنا تبارك الله علينا كمغاربه كنفهموا جميع اللهجات. وباش علاش لا ما نوصلش صوره اخرى على المغربيه، صوره زويونه؟ والحمد لله، كنظن الحمد لله انني وصلت صوره مشرفه. يعني يكفيني ان ملي كيقولوا لي المدربه المغربيه وتقولوا لي حتى بنات بلادي، شرفتي بنات بلادك، هذا يكفيني انني نوصل ان البنت او المراه المغربيه هي مثقفه، هي محترمه، هي واعيه. انا هذا طبعي، يعني انا اصلا دائما كنقولك اعزي ليا الغموض. وثاني حاجه جاوبتك في الاول، ما كنلقاش انها غتفيدهم شي حاجه، يعني الا هضرت على حياتي الشخصيه غادي غير نعمر ليهم دماغهم بشي هضره اللي ما غاديش تفيدهم. من الاحسن نعطيهم شي معلومه اللي غادي تفيدهم في صحتهم، والا هما لقاو صحتهم ولقاو في افاده في صحتهم، انا اللي هي اجرها، وانا هذا الشيء اللي بغيت. قليل كانت كتجيني في الاول، مي قليله، وكتجي بطريقه اللي هي مؤدبه ومحترمه بزاف، وانا كنتفهمهم. بالعكس، راه حتى انا كمغربيه حتى انا كنغار على لهجتي، راه ماشي ما كنغارش عليها. بزاف بزاف، يعني انا ماشي هي انا.
كيفاش نقول لك نضجت وليت صبورة أكثر متفائلة أكثر وليت كان يعني أنا أصلا تربيت هكا يعني ماما ربتنا هكا ديما نبغوا الخير للآخر دابا ولات عندي أكثر يعني ولا بحال عندي ولاد بزاف هذوك كاع اللي زابوني ديالي كنحسبهم بحال خواتاتي بحال ولادي وفريمون ملي كتشوفي كنعطي شي معلومة خاصكم تاخذوها يعني ما كنجيبش ليهم شي معلومه غير باش نجيب لي فيو هذه جامي جو الفي يعني ما عمرني غندير فيديو غير باش نجيب لي فيو لا خصني نجيب لهم شي معلومه ونقلب ونقرا باش فريمون تفيدهم ولا فادت غير واحد وكيجيني داك التعليق راه دابا كنعاود لك جاتني التبوريشه كنفرح بزاف جامي لا بالعكس دابا كل ما كنشوف راه ما كتشوفيش الخاص اللي كيجوني يعني غير دوك الرسائل اللي كيجوني ما بغيتش نبكي كيخليوك كنكون عيانه وكنكون يعني انا ولدت وفي النفاس وفي الميت حيت كان الحجر يعني غير هذا كيخليني كيحفزني نعطي اكثر ملي كتجي وحده كتقول لي انا كان عندي مشكل صحي كذا كان عندي مشكل الظهر والحمد لله مشى لان معظم رياضتي هي علاجيه لان الطريقه اللي كنقول لهم كيفاش يشدوا طريقه البطن والتنفس باش ما ياذوش ظهرهم ولا هكا هذه كتكفيني يعني معايا ناس عيالات كبار معايا رجال هما كيتمرنوا معايا معايا بنات صغار شنو بغيت احسن من هكا علاش غنبدل ولا نوقف من متابعيني صراحة عندي الحمد لله الحمد لله أرقى متابعين اللي ممكن تشوفهم الحمد لله صراحة أنت كتقولي هادشي أنا كنت بورج لأنه ماشي كيجيني غير هكا كتجيني شي وحدة كتكون كانت مريضة شي وحدة كان راجلها كيعيرها بهادي الناس عاتي كتبورج دابا بزاف يعني كيجوني شي حاجة وكتجيك يعني كيدعاو معاك وكيدعاو مع عائلتك لا كيجي بزاف هذه كتجيني بزاف الخاص يعني كنقول لهم انا هذا الشيء اللي بغيت يعني هذه رسالتي مادام هكا توصل صافي هادشي اللي بغيت وكتوصل في صحتهم يعني كيلقاو صحتهم راه ماشي غير كيضعفوا راه ساهل انك تضعف مي انك تضعف بطريقه صحيه وتكتسب صحتك وتبقى هكاك راه ماشي سهله هي من حاجات اللي هي شخصيه وثاني حاجه ما غتفيدهم بوالو ما غيعطيهم معلومه ما غادي ينصحهم نصيحه حيت هو غير الفضول لاني انا مادام ما كنهضرش الناس كيسولوا كيقولوا لك ما مطلقه منفصله او لا ارمله او لا مزوجه او اي حاجه غير اللي ملي كتبغي شي واحد كتبغي تعرفي عليه وانا لانني كنبغيهم ما كنبغيش نعمر لهم راسهم بحاجه اللي ما غتفيدهمش لا 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 ها انا لا 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 عرفتي كرشك ترجع حسن من الاول الا ديتيها في راسك ومن الاول شديتي راسك انا ما عنديش قضيه سمحوا لي ديال انا نكون نافسه ونشد الركنه وما نتحركش هي إيه خاصك تكوني متكيه لانه ملي كتكون تنزل الدم خاصنا نكون متكيين ليها ولكن وانا متكيه كاين حركات نقدر نديرهم باش انا نرجع الكرش بالزربه ونرجع الرحم لوضعه الطبيعي ونخفف من هذاك نزول دم النفاس ما تجلسيش روعة بيوتي وزي بيوتي باقيين مكاينين بزاف سمحوا لي والله ما كنتفرج انا بصح نيت ماشي هو تقصير مني انا ما كنتفرج بزاف في اليوتيوب نهائيا لا ما كنعرفهاش لا لا يعني انا كنت كنشوف يوتيوب ديالها شحال هادي قلت لي على اليوتيوبر كنت كنشوف مكياج وهكا وحتى زي بيوتي مي شخصيا لا ما كنعرفهمش مي كيعجبوني على حسب اي خدمه على حسب الواحد ومصاريفه وواحد وعيشته راه كل واحد وكيفاش غادي تصرفي غادي تقدري ما نعرف يعني انا كنت اللي كنسمع بعد مره شفت في انستغرام كيهضروا على مبالغ طائله ما واش هذاك الشيء بصح ما نعرف انا ما شفتوش يعني ما نعرف الحمد لله لا ما كيحتاج دعوات وانا دائما كنقولها ماشي بالرقم هو بالبركه يعني يتكون عندك مثلا نقول غير 100 ولا 10 الا ما 100 ما فيهاش البركه و10 فيها البركه انا بركه عليا ديك 10 وتكون البركه في صحتي وفي صحه ولادي وعائلتي انا بركه عليا
شكرا اسمح لي. انا كنقول شكرا لكل شيء كل شيء كل شيء. كنقول شكرا عائلتي والمتابعين ديالي بزاف 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 يعني اكثر داعمين ليا هما عائلتي والمتابعين ديالي. وسمحوا لي لعائلتي والمتابعين ديالي الا كنت كنقصر. يعني انا عائلتي كنقصر معاهم بزاف, كنت كنقصر معاهم بزاف, والمتابعين ديالي الا كنت بعض المرات كنغيب. هو ماشي غير العيالات, حتى الرجاله ديوها في صحتكم. راه لخطاتكم الصحه خطاكم كل شيء. كيفاش غنديوها في صحتنا؟ الحركه بركه, والجسم عندنا هو امانه ربي ما عطاش لينا باش نجلسوا به ونجلسوا غير ناكلوا. نتحركوا شويه, دوك ضروري نهتموا بصحتنا, نتمشاو. المغرب ديالنا راه زوين بزاف, وعندكم الكليمه زوينه, اودي نوضوا تمشاو. والماكله ديالنا المغربيه راه هي ماكله صحيه, غنخفوا الشحمه ونخفوا شويه الزيت. بارك عليكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي, وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.